السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة تصاميم. اليوم كما وعدناكم راح نشوفوا لعبة تواريخ البكالوريا. في هذا الجزء الأول سنرى التواريخ العالمية، وفي جزء آخر سيدرج لاحقا سنرى التواريخ الوطنية. هذه اللعبة ستظهر بهذا الشكل، نعرفكم على أجزائها حتى تسهل عليكم اللعبة. هذا الصندوق بالطبع هو مخصص للأسئلة والاقتراحات. لدينا مستوى الإجابة، كل ما أجبت مباشرة كانت نقطتك أفضل، فإذا أجبت مباشرة عند رؤية السؤال ستحصل على 3 نقاط، أما إذا أجبت عند رؤية المساعدة فستحصل على 2، وأما إذا انتظرت حتى رؤية الإجابة فلن تبقى لك إلا 1. بالنسبة لصندوق المساعدة فهو يعرض عليك مساعدة لإيجاد إجابة من خلال رقم الشهر أو ميزة لهذا الشهر. وننطلق مباشرة مع السؤال الأول. السؤال الأول يقول: متى تم انعقاد مؤتمر باندونغ؟ هل 24 نوفمبر 55، 24 سبتمبر 55، 24 أفريل 55، أو 24 مارس 55؟ والإجابة هي 2. يقول: متى تم تأسيس حلف وارسو؟ هل 14 ماي 55، 14 جوان 55، 14 مارس 55، أو 14 ديسمبر 55؟ والإجابة هي 3. متى كان مبدأ ترومان؟ هل 12 أوس 1947، هل كان في 12 جوان 1947، أو 12 أفريل 1947، أو 12 مارس 1947؟ الإجابة هي 4. يقول: متى تم تأميم قناة السويس؟ هل 26 أوت 1956، هل 26 جوان 56، 26 جويلية 56، أو 26 جونفي 1956؟ والإجابة هي 5. يقول: متى كان مبدأ جودانوف؟ هل 22 ديسمبر 1947، 22 سبتمبر 1947، هل كان في 22 جونفي 1947، وأخيرا 22 جوان 1947؟ الإجابة
السؤال السادس يقول: متى تم تأسيس كوريا الشمالية؟ 10 سبتمبر 1948، 11 سبتمبر 1948، 26 سبتمبر 1948، وأخيرا 8 سبتمبر 1948. الإجابة هي 7. يقول: متى كان التعايش السلمي؟ هل نوفمبر 1956، فيفري 1956، أبريل 1956، أو مارس 1956؟ الإجابة هي 8. يقول: متى كان مشروع مارشال؟ هل 5 ماي 1947، هل كان في 5 جوان 1947، 5 أوت 1947، أو 5 سبتمبر 1947؟ الإجابة 9. يقول: متى كان مشروع أيزنهاور؟ هل 5 جويلية 1957، 5 جوان 1957، هل كان في 5 جونفي 1957، أو 5 سبتمبر 1957؟ الإجابة 10. يقول: متى تأسست منظمة الكوميكون؟ هل 25 ماي 1949، هل 25 جوان 1949، 25 أوت 1949، أو 25 جونفي 1949؟ الإجابة هي 11. يقول: متى تم بناء جدار برلين؟ هل 13 ماي 61، أو 13 جوان 1961، أو 13 أوت 61، أو 13 سبتمبر 61؟ الإجابة هي 12. يقول: متى تم تأسيس حلف بغداد؟ هل
24 نوفمبر 55، 24 فيفري 55، 24 جونفي 55، أو 24 مارس 55. الإجابة السؤال 13 يقول: متى تم تأسيس الحلف الأطلسي؟ هل نوفمبر 49، سبتمبر 49، أبريل 49، أو مارس 49؟ عن طريق هذه الصورة ستجدون الشهر واليوم. الإجابة السؤال 14 والأخير يقول: متى تم انعقاد مؤتمر يالطا؟ من 4 إلى 11 نوفمبر 1945، من 4 إلى 11 ديسمبر 45، من 4 إلى 11 فيفري 45، أو من 4 إلى 11 مارس 45؟ الإجابة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إن لم تفهم هذه اللعبة جيدا من المرة الأولى فأعد الفيديو وستستطيع الإجابة بشكل أفضل، وبإذن الله بهذه الطريقة سترسخ هذه التواريخ في ذهنك وتستطيع الإجابة عنها في البكالوريا.